السلام عليكم الاخوان. واحد الفيديو بزرب على الاخوان على الناس اللي كتسول واش مازال كيخرجوا كونترات ولا لا. المهم بزرب اخوتي في تيربو توصلت اليوم بكونترا ديال في تيربو، والاخت اللي شاركتها معايا يلا توصلت بها غير البارح. شاو يلا توصلت بها غير البارح. في تيربو دافع في الروسي عند الاخوان في الطلب، عنده دافع مع التسعود يعني نهار واحد شهر جوج، عقد عمل اللي هو موسمي مع 9:07 و51 ثانية. فيتيربو مازال كتخرج، وكنت شاركت معكم الاخوان ليفورنو مازال كتخرج. ليفورنو كانت خرجات 28 في شهر 12، ها هو دابا الاخوان عندنا اليوم 11 في شهر 1، راه مازال كيخرجوا الكونترات. خاص الواحد غير يسول على راسه وما يبقاش يعني غافل، الا تكون هذيك العماله اللي دافع فيها لا تكون سالات والسيد اللي دافع له كيبقى يقول له تسنى 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 حتى نشوفوا اشنو كاين ولا. المهم فيتيربو كتواجد في جهه لاسيو، حدا روما، حدا فروزينوني، حدا لاتينا اسمعوا لي، حدا رياتي، يعني في جهه لاسيو فيتيربو كتخرج. وبالنسبه للتوقيت الاخوان 9:07 و51 ثانية موديل سي، عقد عمل اللي هو موسمي. والتوقيت راه ما واقفش غير هنا، حقاش هاد الاخت هذه شاركت معايا ديال فيتيربو، ممكن ان شي واحد اخر دافع من وراها ولكن ما شاركش معايا فيتيربو، هادشي علاش انا ما كنعطيش التوقيت الاخوان، فهمتوني. المهم كونترات راهم مازال كيخرجوا اخوتي، الله يسهل على الجميع والله يعاونكم كاملين الاخوان، الله يعاونكم. دابا وصلت انا، دابا وصلت الخدمه، الله يعاونكم اخوتي.